مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده في بنا تي في، معكم شاف مريم. اليوم جبت لكم الوصفه تاع ان تيس كيك بالكابويا، دونك بامبكين تيس كيك اي ان فرابوتينو بالكابويا ثاني. بور لي انغريديون تاع لو تيس كيك بالكابويا، دونك ديجا يا دو بريباراسيون، لو غاتو اي لاباري تيس كيك. بور لو غاتو عندي 70 غرام تاع زيت، 70 غرام فارينا، 100 غرام تاع سكر، 150 غرام تاع كابويا. دونك هنا فورتها ورحيتها، من بعد درتها في صفايه خليتها تنشف بيان، لازم نحلها كاع ليميديتي. عندي ثاني شويه ملح بابيض، لي زيبيس عندي قرفه وزنجبيل، تقدروا ديروا ثاني شويه فلفل كحل. لي كونتيتي تاع هاد لي زيبيس يولوا ليكم. دونك هذا سي بور لو غاتو. بور لاباري تشيز كيك عندي 150 تاع فرماج على كريم، عندي 10 غرام تاع كريمه، عندي 50 غرام تاع سكر، لافاني، حبه بيض، ومغرفه صغيره تاع فارينا. بور لو فرابوتينو، بامبكين فرابوتينو، دونك فرابوتينو بالكابويا على سيتروي، عندي كاس تاع حليب، كاس تاع كريمه، زوج كيسان تاع قهوه. انا درت زوج كيسان، مي تقدروا ديروا كاس، تقدروا ديروا ثلاثه، استادير لو شوي يولي ليكم. عندي تاني كابوتشينو، هذه سي اوبسيونال، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. وعندي هاد لو سيغو تاع الكابويا. لو سيغو تاع الكابويا يتباع، جو سي با اسكو يتباع في الجزائر، مي دون دوتغ بي يتباع، مي ما كاش مشكل، نعطيكم لا غوسيت تاعو باسكو لا غوسيت تاعو سهله. انا درتو في الدار باسكو ساهل، سي تو سامبلومون تحطو نص كاس تاع ماء، تزيدوا له ثلث كاس تاع سكر بني، ومغرفه كبيره تاع كابويا، دونك مغرفه بيان بومبي، وتزيدوا لها لي زيبيس. لي زيبيس كيما تاع لو غاتو، قرفه، زنجبيل. هنا ما كان له ديروا الفلفل كحل، تحطوهم كاع فوق النار، تخلوهم يغلوا غليه واحده وتطفوا، هذا ما كان، وتخلوه يبرد ويكون عندكم لو سيغو تاع كابويا. هادو هما لي زانغريديون. نبدا دونك بلا بريباراسيون، نبدا بلو غاتو. نحط الزيت مع السكر ونخليهم يتخبطوا. نزيد لهم الحبه بيض، لافاني، نسيت باش نقول لكم بلي هاد الفارينه راني دارت لها الخميره، دونك مغرفه ولا بيكربونات، مغرفه صغيره تاع خميره. واش بقى؟ نحط الكابويا، لي تري امبورطون لازم تخلوها يروح لها الماء، سينو لو غاتو تاعكم ماشي حيطيب بيان، دونك خلوها تاخذ وقتها تتعصر بيان. دوكا نحط لافارين. دابور لي زيبيس، دونك عندي هنا ان ميلونج دو كانيل اي دو جينجمبر. انا نحب لا كانيل، دونك ندير اون كونتيتي اسي امبورطونت، لازم نديرو اون كونتيتي كبيره باسكو هذا هو الميزه تاع هاد لو غاتو. لافارين اللي فيها الخميره ولا بيكربونات، اي اون بانسيت سال. هذا واش فيه لو غاتو، دونك نخليه يتخبط شويه. جو ريزيرف دو كوتي، نخلي دونك نحبط قبل لي كوتي هادوما ونخليه. Et en attendant de l'appareil à cheesecake. Ok, maintenant le gâteau est ouvert. On le laisse de côté. Et on va faire l'appareil à cheesecake. C'est simple, il n'y a pas de chose grande. Donc je prends un bol et un fouet.
نحط كاع لا كونتيتي تاع لو فرماج على كريم. مع 10 غرام تاع كريمه ولو سكر. تقدروا تخلطوا افيك ان باتور ولا فوي على ما. نزيد الحبه بيض شويه لافاني تقدروا تاني ديروا لي زيبيس في لاباري تشيز كيك مي كوم درنا في ديجا في لو غاتو دونك معليش اون فاسون باسي. هذا واش فيه لاباري تشيز كيك قالت لي غير لافارين قلت لكم غير فصغيره تاع فارينه فوالا راهو جدنا لو غاتو لاباري تشيز كيك دوكا نديروه يطيب. Je débarrasse d'abord. Njib un moule. Had les quantités li mditholkom. C'est pour un petit moule. Donc on a عندي هنايا un moule de 18 cm de diamètre. Ida habitu diru un plus grand moule. Vous doublez tout simplement les quantités. Ako hna tchoufou blli dertlou l'aluminium fli côté parce que rah ndirlou lma. Donc c'est très important de dirou l'aluminium, je mettrou lkom chi lma ldakhl. Had la recette elle est bien sûr typiquement américaine. Houma ndhom bzaf les gâteaux bel kabouya. Donc ndir le 3 quarts تاع la quantité تاع l'appareil تاع le gâteau. Ensuite ندير شويه l'appareil cheesecake ونكمل le reste تاع le gâteau. La cuisson تاع هذا le gâteau شويه délicate. لازم ديروا la grille ديروها من تحت كامل في الفرن ديروها من تحت كاع و vous préchauffez le four à 170 تخلوه يطيب ديزون 1h 1h20 ومن بعد كي يطيب 1h 1h20 طفوا الفور زيدوا تخلوه تاتخ نص ساعه جوسكا 1h سا ديبون الفور تاعكم ومن بعد كي تخرجوه من الفور زيدوا تخلوه في الفريجيدار كلكو زور هي دو بريفيرونس خلوه الليل كامل في الفريجيدار باش يشد بيان روحو على بالكم لو تشيز كيك سي توجور هكا avant de manger faut attendre تخلوه قبل في الفريجيدار حتى يشد روحو بيان. هنايا في هاد ليتاب تقدروا تجيبوا موس وتواسوا بهذا الشكل كم تقدروا تخلوه هكا. ensuite جيبوا الماء وتفرغوا في لي كوتي. وعلاش نديروا الماء سي بور ايفيتي كو ما يتقسمش من الفوق لا فابور راح تخليه ما يتقسمش من الفوق. كما قلت لكم دخلوه يطيب بلا فاصون اللي قلت لكم عليها دونك سافا بروندر دو طون تزيدو تسناوه يقعد في الفريجيدار افون دو لو كونسومي. انا بيان سور جبت معايا واحد واجد دوكا نبدا لا بريباراسيون تاع تاع الفرابوتينو بامبكين فرابوتينو او كراميل. عندي هنا لو بلاندور نحط فيه كاع لي زانغريديون نسيت لو غلاسون ما كاش فرابوتينو بلا غلاسون سينو ما يتسماش فرابوتينو يتسمى لاتي. الو ندير كاع لي زانغريديون عندي. هاد لاصوص الي ايبيسي دونك لا كونتيتي كيما تحبوا اذا تحبوا القهوه ايبيسي ديروا كثروا من لا كونتيتي تاع لو لاصوص هاديه سينو ديروا غير شويه ديروا ذوقوا وشوفوا اذا تزيدوا ولا لا. دونك عندي كاس كريمه كاس حليب كيما قلت لكم vous pouvez remplacer la quantité تاع الكريمه بالحليب tout simplement. عندي القهوه انا نحب لو تاع القهوه دوك ندير زوج كيسان كابوتينو تقدروا ما ديروهش
خليت ثاني شويه لاصوص بور لا ديكوراسيون. دوكا نجبد لو غلاصون من الكونجيلاتور. عبالي تجيكم بيزار تقولوا فرابوتينو بالكابويا ايتو، مي مش راح تحسوا لها بزاف لو كو تاع الكابويا. دونك انا وجدت هنا كاس، وجدت ثاني لا شونتيي باش نسال بها مع لو فرابوتينو و بيان سور لا صوص. دونك جو فيرس ديريكتومون هنايا. دوك تتكون اون كوش تاع لا موس، نزيد شويه عليه بون بتات خدرت بزاف. دوك ندير لا شونتيي من الفوق. فوالا دوكا نجيب مغرفة تاع لو سيرو ايبيسي اللي درناه مقبل اللي حكيت لكم عليه، معليش اذا طيح لكم في لي كوتي سي اونكور بلو غورمون. وهذا سي لو تشيز كيك ابخي ما خليته طاب وخليته برد. كيما راكم تشوفوا تكون عندي لي زوج طبقات تاع تاع لو غاتو تاع الكابويا et le cheesecake. Donc on va mettre une paille. Pour le côté croustillant, c'est le gâteau qu'on peut mettre dans le... Enfin, vous pouvez mettre dans le moukasserat, des noix, l'ouz, le jus, qui vous aimez, pour mettre le côté croustillant. On va mettre ça en dessous. Et voilà. هذا هو طبق تاع اليوم اللي هو عبارة على cheesecake بالكابويا. Pumpkin cheesecake, une recette typiquement américaine, avec un frappuccino bilkabouya également. Chbahna bla sauce tal kabouya. Il est vraiment bnina et dit bien épicé. Surtout si vous aimez le café épicé, vous allez vous régaler. J'espère que vous avez aimé cette recette. J'espère que vous avez aimé cette recette. Nous allons voir la prochaine fois. Salam.